همتك فوق الغمام، يا سلام ويا سلام، شد نفسك بالحزام وانطلق مثل السهام. همتك فوق الغمام، يا سلام ويا سلام، شد نفسك بالحزام وانطلق مثل السهام. شد حيلك يا همام اللي عارفين انتجام، الشباب راحوا قدام انطلق نحو الامام. شد حيلك يا همام اللي عارفين انتجام، الشباب راحوا قدام انطلق نحو الامام. العب صح يا عزام التزم دم بالنظام، العب صح يا عزام التزم دم بالنظام. في التحدي والقدام تكسب ود واحترام، لا تتأخر لا تنام واترك عنك الأوهام. في التحدي والقدام تكسب ود واحترام، لا تتأخر لا تنام واترك عنك الأوهام. شد الهمة يا همام. إذن أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا في لقاء جديد من برنامجكم ميدان. طريقة كالتالي، إحنا عندنا ألعاب تحديات أكثر من 7-8 تحديات. هالشباب هذولا قسمناهم مجموعات، عندنا 8 لاعبين، بعدهم 8، هنختار منكم 24 لاعب للحزام الأصفر. يعني انتم بنختار منكم 24 واحد ينتقلوا معانا للحزام الاصفر. يقول الاسود جزاه الله خير على طول مره. ثم بعدها نختار 12 للحزام البر، ثم نختار 8 للحزام الاخضر، ثم 4 للحزام الازرق، ثم الحزام البني، ثم 1 للحزام الاسود. فهمنا الطريقه؟ اول مرحله عندنا 8 لاعبين، اللي يطلع الحزام يسوي زيي بالضبط. شايفين وش انا مسوي؟ زي كذا. فيها ندية وتجربة جديدة. جاهز؟ 5-4 استاذ اكرم، 3-2-1. شيقة ومفيدة، المراحل لا شيقة ومفيدة، خلكم ويانا تكسبوا معنا، يا هلا ملقانا في كل المراحل. شاركنا ميدان التحدي، نلقى ويانا للخبرة تبادلنا. 5-2 باقي 2 باقي 1 ها؟ يبغى 1. يلا 6-6 كم عندنا؟ 1-2-3-4-5 باقي آخر واحد. 6 انتهت. تفضلوا. شكرا. إذا المشاهدين الكرام، المجموعة الثانية وثمان منافسين، المطلوب إخراج الحزام الأصفر. جاهزين؟ صابرة الأستاذ أكرم الوحيدي. أوه بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ها يلا أول واحد، ثاني واحد، يلا يلا 4 خلصوا. يا سلام ما شاء الله، والله عمليات عنف يا شباب ما شاء الله تبارك الله. يا سلام ها طلعتوا. يلا 5-6 جاهزين. 5-4-3-2 يلا يلا ما شاء الله. 2-3-6 خلاص. إذا مشاهدينا الكرام، المجموعة الأخيرة ومع 8 من اللاعبين وصابر الأستاذ أكرم الوحيد. ويلا يا شباب ها يلا، أول واحد، 2-3-4 خلاص. 6-6 شكرا شكرا. وخلي همك طاعة ربك، ما حد جنبك في التحدي، هذا ميدانك ميدان التحدي. أعزائي المشاهدين، إذا ترشح معنا للمرحلة الحزام الأصفر 24 لاعب أمامكم. يعني إحنا ما شاء الله مع حلقات النبلاء في جامع الفدة في حي عقيق. العقيق. العقيق وين؟ في أي منطقة؟ شمال الرياض. طيب ترشح معنا 24 لاعب للحزام الأصفر. حمد الزيدون، محمد الأحمري، حمزة جدعان، عايض العتيبي، عبد العزيز حفيظ، عبد الرحمن حفيظ، عبد الله الهويمل، عمر الهويمل، سامي المقبلي، العزيز المعجز، مالك السعد القعيد، سلمان الزيدان، حكيم العزلة، وسام الموسى منور،
عبد الله عبد الرحمن الرويس، محمد علي القحطاني، عبد العزيز سليمان، خالد ابراهيم، فيصل جريس، احمد صاوي، عبد الرحمن العبيد، عبد الله عصام الغامدي، عيسى عبد الرحمن السير، ماجد محمد السبيعي. هاللعبة حوزة تلقى النتايج معكوسة، يلا يلا شد الهمة، يلا يلا شد الهمة، حرك دمك كلش جايز، يمكن تصبح انت الفايز، اللعبة فيها جوايز، يلا يلا شد الهمة، يلا يلا شد الهمة، العب العب شد الهمة، اتعب تكسب نحو القمة، لا لا تكسل انت الافضل، يلا يلا شد الهمة، العب العب شد الهمة، العب العب شد الهمة، اتعب تكسب نحو القمة، لا لا تكسل انت الافضل، يلا يلا شد الهمة، يلا يلا شد الهمة، فكر فكر لازم تربح، لازم توصل، لازم تنجح، خليك صاحي احذر تسرح، يلا يلا شد الهمة، يلا يلا شد الهمة، قوي قلبك طول اللعبة. كيف طريقة اللعبة؟ القفز، حاجز الأول، حاجز الثاني، حاجز الثالث، ثم هناك بعيد اسطوانة، تعود لنقطة البداية وتوقف أمامك إيش؟ الاسطوانة. انتم ثمانية حنختار منكم أربعة، ثم ثمانية نختار منهم أربعة، ثم ثمانية نختار منهم أربعة، يعني حينتقل معانا للحزام البرتقالي 12 لاعب. يلا يلا شد الهمة، صافرات، بسم الله، يا سلام، اول معليه معنا عكوسه، يلا يلا شد الهمه، يلا العافيه. اذا مشاهدينا الكرام، المجموعه الثانيه وثمان من اللاعبين جاهزين يا شباب، عارفين طريقه اللعبه، هتمشي هتطيل هناك وتجيب الاسطوانه وترجع، يلا يا سلام، وقفز الحواجز، ماراثون ميدان التحدي، يا سلام. هيا هيا بنا، هيا 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 بنا، هيا هيا بنا، هيا 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 هيا. يلا شكرا، تفضلوا 12 واحد يوقفوا هنا عشان نعرف عليهم، البسوا برتقالي. اذا اعزائي المشاهدين، انتقل معانا للحزام البرتقالي 12 لاعب، كنا في الحزام الاصفر 24، الان احنا دائما نرتقي للقمة، فكل ما نرتقي ايش يقل العدد، القمة ما يصلها الا شخص واحد فقط، شخص واحد لا غير، 12 لاعب من حلقات النبلاء في جامع الفدة، الفدة في حي العقيل، في شمال الرياض. خلاص، اول لاعب ترشح معانا للحزام البرتقالي عبد العزيز حفيظ، هيثم عبد الرحمن السير، سامي محمد المقبلي، خالد ابراهيم حطب، فيصل بدر جريس، احمد نصر الصاوي، سامي ابو سنور، عبد الرحمن حفيظ، عبد الله عبد الرحمن رويس، محمد الاحمري، عبد الرحمن خالد البيت، حمزه جدعان. دليل اخوان انه مش رشحوا معنا 12 لاعب، دليل ان تغذيتهم جيده، اكيد انه ما شاء الله ياكلوا بر وعسل واكلات طيبه. طريقه اللعبه هذه اختلفت بعض الشيء، القويانا للخبرة تبادل، خلكم ويانا تكسبوا معنا، يحلى ملقانا في كل المراحل، اللي شاركنا ميدان التحدي، القويانا للخبرة تبادل، القويانا للخبرة تبادل. فيها ندية وتجربة جديدة، فايدة ومتعة، فرفشة وإثارة، فيها ندية وتجربة جديدة، روحنا حلوة. إذن مشاهدينا الكرام، الحزام البرتقالي، نشوف ونتابع مع بعض، شيكة مفيدة،
كل مراحل لا شيء مفيدة. خلكم ويانا تكسبوا معنا يا أحلى ملقانا في كل المراحل. اللي شاركنا ميدان التحدي يلقى ويانا للخبرة تبادلنا. يلقى ويانا للخبرة تبادلنا. من العزم المشاهدين انتقل معنا للحزام الاخر ثمانية لاعبين وحوش. هاي ضربتين هاي ثلاث ضربات هاي. قال لكم حوش يعني الان داخلين على الحزام الازرق. داخلين على الحزام الازرق يعني الحزام الازرق اصعب ثم الحزام البني ثم الحزام الاسود. نتعرف على هذا الوحش. عبد الله الرويس. عبد الرحمن حفيظ. محمد الاحمري. خالد ابراهيم حطب. فيصل مادة جريس. حمزة طعان. سامي محمد المقبلي. عبد الرحمن خالد البيت. للتحدي للتحدي شد يدك بيدي شد يدك بيدي للتحدي يا غالي. للتحدي للتحدي شد يدك بيدي شد يدك بيدي للتحدي يا غالي. يا شباب يا شباب للمعالي للمعالي هيا هيا للمعالي. والتحدي لك يا غالي والتحدي لك يا غالي. لا 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 تبالي بالتعب لا لا تبالي لو كان مثل الجبال. للتحدي للتحدي شد يدك بيدي شد يدك بيدي للتحدي يا غالي. اذا ثمانية مطلوب احنا لعبة حقيقة صعبة لانكم الان وصلنا للعضلات والقوة. في عندنا لعبة تحدي طلوع السطح. عندنا سطح مائل وفي مكعبات كبيرة مطلوب تطلعها فوق وناخذ منكم اربعة لاعبين للحزام الازقر. حزام الازقر الاز هيا بنا الى الحزام الازرق. اذا مشاهدينا الكرام ولعبه شوي صعبه لعبه شوي صعبه. المكعب المطلوب يشيل المكعب يطلع المكعب فوق. واضح يا شباب هتروح هتطلع فوق انت والمكعب وتحط المكعب فوق بشكل افقي. يدك بيدك صابره الاستاذ اكرم الوحيدي. يلا ها مين اول واحد؟ يلا يا شباب وين القوه؟ ما شاء الله تبارك الله. مستعدين؟ صافي استاذ اكرم وحيدي. الله مين اول؟ مين؟ الله خطير. هيا تتحيز هيا انت مميز هيا تتحيز هيا انت مميز خبراتك لازم تتعلم. اذا مشاهدينا الكرام تأهل معنا الى الحزام الازرق اربع من الطلاب. نروح مع بعض الى الحزام الازرق وهيا بنا. إذا انتقل معانا للحزام الأزرق أربع لاعبين. اسمه كريم. عبد الله رويس. من السعودية. من السعودية عبد الله رويس. عبد الرحمن حفيظ. من الجزائر. من الجزائر ما شاء الله تبارك. سامي محمد المقبلي. يمن. الله أكبر. خالد حطب. من مصر. يعني بطولة عربية صراحة. خلي همك طاعت ربك واخدم دينك دينك عزك. صلي فرضك واذكر ربك ينور دمك. هاي 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 نفسك عدوك احذرها احذرها احذر تصدك هز بدنك. يلا يلا حرك عجلك اغنم وقتك انت انت ما حد قدك. يا عينك ربك يلا شمر دمك ابذل جهدك حفز روحك وبالفوز انسى تعبك. فوز 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 يلا فوز وخلي همك طاعت ربك ما حد جنبك بالتحدي. هذا ميدان كل واحد قمامكم زي ما انتم شايفين برميلين مطلوب. وضع البرميلين وين؟ في القدر. تخيل هذه جزر حطها في القدر. هيا بنا هيا هيا بنا هيا. عندنا ثلاث جولات واربع لاعبين ثلاث جولات. الجولة الاولى جاهزين صادرة الاستاذ اكرم الوحيدي. يلا
الله. يا سلام. مين اول اثنين؟ اول اثنين. اذا اعزائي المشاهدين، خمسة استاذ اكرم، اربعة، ثلاثة، اثنين. اول برميل مين؟ بين الجزائر واليمن. بسم الله. إذن النتيجة كالتالي: واحد، اثنين، واحد. غريبة شكلك، ما انت راعي براميل. استعداد اكرم مين؟ ثاني. معليش، سلامات سلامات. إذن شكرا. إذن نقطتين سامي محمد المقبلي. سامي نقطتين. عبد الرحمن حبيب. عبد الرحمن حبيب ثلاث نقاط. ومعليش، ها، عبد الرحمن يستحق 100 ريال طبعا. اذا انتم ترشحتوا معانا على النهائي، بينكم 500 و300، والجزائري هذا صعب، شكله ما هو سهل ما شاء الله. اذا النهائي. العب العب شد الهمه، العب العب شد. اذا اعزائي المشاهدين وصلنا حزام البني. يعني يا سامي، اسمك سامي؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن سامي. سامي اليمن والجزائر، يعني اللي يفوز حيحصد ال 500 ريال، واللي حيخسر حيحصد 300 ريال. خليك صاحي احذر تسرح، يلا يلا شد الهمه، يلا يلا شد الهمه، قوي قلبك طول اللعبه، خط تكسب حبه حبه، اللي تكسب به العبه، يلا يلا شد الهمه، يلا يلا شد الهمه، حيلك شده خصمك عده، لو مره تخسر بترده، عزمك خله ما حد قده، يلا يلا شد الهمة، يلا يلا شد الهمة، العب العب لا لا تبالي، خلك في لعبك مثالي، خلك متعاون يا الغالي، يلا يلا شد الهمة، يلا يلا شد الهمة، العب في خطة مدروسة، لا تخلي هاللعبة حوسة، تلقى النتايج معكوسة، يلا يلا شد الهمة، يلا يلا شد الهمة، حرك دمك كلش جايز. طب اللعبة هي برميل فوق برميل، ثلاث جولات، الجولة الأولى هنا، جولة حنغير عشان ما تقول برميل خفيف وبرميل ثقيل. جاهزين؟ عندك برميلين تحطهم فوق بعض، إذا حطيتهم فوق بعض وجهك للكاميرا وتوقف هنا عشان ما تصير ورا البرميل. مين حيفوز؟ عبد الرحمن من الجزائر أو سامي من اليمن؟ شد الهمة، اتعب تكسب نحو القمة، لا لا تكسل. صافرات استاذ اكرم حيدي حكمنا الدولي، اول واحدة، ثاني واحدة مين؟ عبد الرحمن. ها استاذ اكرم مين؟ عبد الرحمن. اول جولة، الجولة الاولى فاز فيها عبد الرحمن. يا سامي يبدو انك الله عالم ما تاكل لا حلبة ولا عصيدة، واضح انك راعي بروستد. الجولة الثانية صافرة، ها، برميل الأول والبرميل الثاني. عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن جاهز؟ صافرة، ها هالمرة يا عبد الرحمن، هالمرة يا عبد الرحمن. سامي يلا باقي جولة. 2-1، شوف اللياقة. استعداد يلا، ها والله. عبد الرحمن عبد الرحمن تعب، تحية عبد الرحمن. عبد الرحمن 500 ريال أحسن، و300 ريال سامي، و100 ريال الرئيس. همتك فوق الغمام، يا سلام ويا سلام، شد نفسك بالحزام وانطلق مثل السهام.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. همتك فوق الغمام يا سلام ويا سلام شد نفسك بالحزام وانطلق مثل السهام احمد الله جات على ما انت ماتنا الجوايز كلنا اليوم جهزنا احمد الله جات على ما انت ماتنا الجوايز كلنا اليوم للتحدي للتحدي شد يدك بيدي شد يدك بيدي للتحدي يا غالي للتحدي للتحدي شد يدك بيدي شد يدك بيدي للتحدي يا غالي يا شباب يا شباب
هيا للمعالي والتحدي لك يا غالي والتحدي لك يا غالي. لا 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 تبالي بالتعب لا لا تبالي لو كان مثل الجبال. للتحدي للتحدي شد يدك بيدي شد يدك بيدي للتحدي يا غالي. للتحدي للتحدي شد يدك بيدي شد يدك بيدي للتحدي يا غالي. هاي هاي لا تتحيز هاي هاي أنت مميز. هاي هاي لا تتحيز هاي هاي أنت مميز. خبراتك لازم تتعزز هذا ميدان التحدي. يلا حط يدك بيدي لا تقول ما حد قدي. حرك فكرك هاي هاي قبل جسمك هاي هاي. بالتحدي تكتب اسمك وسع صدرك هاي هاي. ترضي ربك هاي هاي قدم التحية لخصمك. للتحدي للتحدي شد يدك بيدي شد يدك بيدي للتحدي يا غالي. للتحدي للتحدي شد يدك بيدي شد يدك بيدي للتحدي يا غالي. ألف تحية ألف سلام والتحدي للأمام. ركز معنا لا تنام نبغى نوصل للغمام. هاي هاي لا تتحيز هاي هاي أنت مميز. هاي هاي لا تتحيز هاي هاي أنت مميز. خبراتك لازم تتعزز للتحدي للتحدي شد يدك بيدي شد يدك بيدي للتحدي يا غالي. للتحدي للتحدي شد يدك بيدي شد يدك بيدي للتحدي يا غالي. إذا مشاهدينا الكرام كل الشكر والتقدير لراعي هذا البرنامج شركة محمد بن عبد الله العريض للرافعات والكرينات على جميع التجهيزات لبرنامج ميدان التحدي. شركة محمد بن عبد الله العريض المؤسسة الأولى للمعدات والرافعات في المملكة والخليج والدول العربية. أكثر من 40 فرعا توفر لكم كل ما تحتاجونه من الكرينات والمعدات الثقيلة. الاسم الأول في عالم الكرينات. إلى أن نلقاكم مشاهدينا الكرام في حلقة أخرى من برنامج ميدان. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. همتك فوق الغمام يا سلام ويا سلام. شد نفسك بالحزام وانطلق مثل السهام. همتك فوق الغمام يا سلام ويا سلام. شد نفسك بالحزام وانطلق مثل السهام. شد حيلك يا همام اللي عاد فيه انسجام. الشباب راحوا قدام انطلق نحو الامام. شد حيلك يا همام اللي عاد فيه انسجام. الشباب راحوا قدام انطلق نحو الامام. العب صح يا عزاب التزمتم بالنظام. العب صح يا عزاب التزمتم بالنظام. في التحدي والقدام تكسب ود واحترام. لا تتأخر لا تنام واترك عنك الأوهام. في التحدي والقدام تكسب ود واحترام. لا تتأخر لا تنام.